هاي اعتقد بال 93 كان 93. برنامج بقناة الشباب، كانت تقدمه ميسون أو ميسون أو ميسلون، فكانت من البرامج الجميلة جدا يعني، وأخذت صدى ولحد اليوم تنعاد همينها فيها في شيء جميل. غنيت فيها لو بغير برنامج؟ غنيت لها هذا البرنامج. غنيت أنا كنت كلش معجب بكاظم الساحر يعني في وقتها، من بدأ يمكن ماكو واحد مثلي يسمع أغنية ويتابعه الشريط اللي يطلع أروح أشتريه وتلقاه بسيارتي. حتى كاظم مثلا كان يجي مثلا سفرات للأردن مثلا يلقى منتخب يجي وين يقعد بغرفتي أي، ونروح بالسيارة مثلا يقعد بصفي منطلع نروح للملعب يرجع. كاظم صديقك لو كان صديقك؟ لا شوف هو يعني أعتقد أنه كان أقرب واحد إلى بالمنتخباني أي، بس ما عشنا صداقة وتواصل وهيك، لكن بالمنتخب على مستوى من يضي حضور كان دائما يمي في غرفتي يقعد، وحتى يقعد في غرفتك أنا صديقك. إيه لا هو صديقي كنجم يعني نشرب بيك صداقة لأنه هو فعلا هو كنجم. حتى في قطر إجا كنت محترفاني كان أكو برنامج وفي وقتها في رمضان رحنا زيارات لبعض الشيوخ كنا أنا أروح للقاءات ويرحبون بي وهذا، ورحنا نزلنا مثلا نروح للسوق يتسوق وهاي يعني كانت أقوى علاقة.